تقديراً لجهودها ومكانتها، ولأن الحياة لا تستمر دونها. يحتفل العالم منذ أكثر من قرن في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة. تبدأ رحلتنا من إيطاليا، إذ يتم إعطاء النساء باقات صغيرة من الزهور الصفراء كتقليد سنوي، وهو الرمز المختار ليوم المرأة العالمي لديها، حيث يعتقد أيضاً أنها ترمز إلى قوة الإناث. أما في رومانيا فتحتفل بطريقة مشابهة لعيد الأم. وبالذهاب إلى أمريكا فهذا اليوم هو عطلة رسمية لديها، والأمر نفسه في روسيا. وفي الصين اسمه يوم الفتاة، ويتم منح الموظفات الإناث فيه نصف يوم عطلة. أما في إسبانيا فالاحتفال له طابع خاص، فبعد نجاح الإضراب العام هناك عام 2018 أصبح تقليداً سنوياً يخرج فيه أكثر من 5 ملايين شخص لمدة 24 ساعة للتركيز الدائم على حقوق النساء والفتيات. رحلتنا تنتهي ببريطانيا، إذ تقام فعاليات مهرجان نساء العالم على مدى 3 أيام في لندن، يشارك فيه نشطاء وفنانون يتحدثون عن القضايا التي تواجه النساء عالمياً.